حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج من حولك والبداية دائما بالعناوين خلال خمسة أشهر تسجيل نحو 14 ألف دعوة عنف أسري وتطور البنية التحتية الرقمية ودورها في تعزيز التسوق الإلكتروني 14 ألف دعوة قضائية بالمحاكم العراقية والجهات المختصة بعنوان العنف الأسري شوكت بأول خمس أشهر بس من هذه السنه رقم كبير ومرعب بمجتمعنا بديننا بتعاليمنا بتقاليدنا باعرافنا لازم نوقف عنده ونعرف شنو اسبابه خصوصا انه اليوم اللي يصير بحق العنف الاسري مو بس المراه مثل ما هو معروف لا جاي يصير بحق الرجل بحق الام بحق الاب بحق الاطفال الكل اليوم دا يتعرض للعنف الاسري شنو اسبابه وين دور الجهات المعنيه والرقابيه وين دور منظمات المجتمع المدني بهذا الموضوع؟ ليش هذه الارقام تزيد سنه عن سنه وفتره عن فتره؟ نشوف من 5000 الى 6000 وصلنا الى 14000 باول خمسة اشهر. تفاصيل هذا الموضوع وضيف مختص يعالج هذا الموضوع من الجانب النفسي راح يكون عنواننا الاول بحلقه هذا الاسبوع. مرحبا زيادة ظاهرة العنف الأسري بالعديد من المجتمعات يعود إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، تعالوا نتعرف سويا على الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة، منها العوامل الاقتصادية يعني الضغوط المالية، الفقر، البطالة، كلها عوامل يمكن أن تزيد من التوتر داخل الأسرة مما يؤدي أحياناً إلى العنف، اثنين الأمراض النفسية يعني الاكتئاب، القلق، الاضطرابات الشخصية، أيضاً يمكن أن تساهم في حدوث العنف الأسري. وثلاثة: بعض المجتمعات تبرر العنف على أساس التقاليد أو المفاهيم الخاطئة حول السلطة والسيطرة داخل الأسرة. أربعة: الاستخدام المفرط للمخدرات والكحول، وأيضاً يمكن أن يؤدي إلى فقدان السيطرة وزيادة السلوك العدواني. خمسة: الأطفال اللي ينشؤون في بيئات عنيفة قد يتبنون نفس السلوكيات بحياتهم البالغة، وأيضاً يؤدي إلى زيادة العنف. ستة، نقص الدعم والخدمات المقدمة للأسر اللي تعاني من مشاكل أيضاً يمكن أن يزيد من احتمال وقوع العنف. زين، مواجهة هذه الظاهرة يتطلب جهود متكاملة، شنو هاي الجهود؟ هي تشمل تحسين الظروف الاقتصادية، توفير الدعم النفسي والاجتماعي، وتعزيز التوعية والتثقيف حول حقوق الأفراد داخل الأسرة. وانتوا قولوا شنو السبب الرئيسي اللي يؤدي إلى زيادة العنف داخل الأسرة. وبعد ما تابعنا هذا التقرير عن اسباب تزايد ظاهره العنف الاسري، رحب بضيفتنا بالاستوديو الدكتوره نيران يوسف الاخصائيه النفسيه، ارحب بك دكتوره. اهلا وسهلا حياك الله وسهلا. وحيا قناه الايام الفضائيه لاختيارها الموفق دائما لتسليط الضوء على كثير من المواضيع اللي هي نعتبرها الغائب الحاضر. يا مرحبا بك شكرا لك. وقفه حقيقيه مع هذا الموضوع الا وهو العنف الاسري. مم. هو أنا هذا اللي دا اسال عنه 14000 حاله مسجله هاي بس المسجله. لغايه 24 لغايه شهر السادس. لغايه الشهر السادس، نعم شكو شو يصير يعني. بالمجتمع؟ نعم. يعني شنو هاي الاسباب؟ يعني بعد الاطلاع على هذه الارقام آه يعني مخيفه طبعا على فكره وهذه الارقام ما هي الارقام الحقيقيه كون المسجله فقط مو الحقيقية مو الحقيقي. المسجلة زي. فقط عند يعني حماية الأسرة اللي هي مم. المرأة والطفل اللي مم. هي يعني هناك مراكز متخصصة في مم. واحد في الكرك وواحد في الرصافة زي. وأيضا الإحصائية اللي هي قدمت من خلال الخط الساخن مم. 139 اللي هي الحالات اللي سجلت وكثير من الحالات مم. نتيجة خلينا نقول احنا الأعراف المجتمعية اللي هي تقف عائق آه انه الزوجه او خلينا نقول احنا الزوجه او البنت او آه الطفل او او مم. يعني اللي هي الاسره كيانه هذه الاسره آه تعتبر من المثالب عند القيام بتقديم هكذا يعني فما راح فم تخبر ولا, ولا راح تخبر يعني على فكره من اقول لك أن هذه الاعداد يعني خلينا نقول احنا جزء جدا بسيط من الحالات اللي هي يعني على ارض الواقع داخل خلينا نرجع للاسباب نعم شنو الاسباب حقيقه يعني اسباب كثيره يعني على فكره يعني يعني قبل ما اريد يعني اخوض في هذا الموضوع احب أنه انا مثلا انه العنف هو بحد ذاته خلينا نقول احنا ظاهره عالميه لا تقتصر على مجتمع يعني محدد او على بلد محدد لكن احنا اللي يحز حقيقه في النفس او في الذات، انه احنا كمجتمعات اسلاميه كيف تكون عندنا هكذا ظواهر وظواهر وظواهر وفتنة للنظر، كون احنا مم. ك ك تعاليم يعني ديننا الاسلامي تعاليم ديننا هي الرحمه والموده والرأفه وكثير من الامور اللي حقيقه آه هذه هذه الظواهر تتنافى تماما مع اعرافنا ال... ال... يعني المجتمعيه وايضا مم. شريعتنا كشرع اسلامي مم. اللي هو رحمه ورأفه وموده فبالتالي زين... اللي يرتكب يعني هذا العنف عن يبتعد عن يعني الدين ديننا واسلامنا عاداتنا اللي هي رفضه يعني حتى شبهوا المراه بالقاروره يعني رفقا ودائما هي رفقا بالقوارير اللي هي في الشيء يعني في الشيء رقيق جدا انه انت تلمس هذا الشيء لكن احنا نرجع ونقول هذه الظواهر يعني بدات بالازدياد في الاونه الاخيره اسباب كثيره متنوعه اقف عند اهم هذه الاسباب حقيقه يعني أه انتشار ظاهره المخدرات وتعاطي هذه هذه المواد سبب لي هكذا ظواهر يعني يكون يعني خليه فاقد للاهليه سواء الكلي او الجزئي يعني احنا خلينا نتكلم عن اللي هو يفقد الادراك الجزئي مم. فيقوم ببعض السلوكيات او بعض الافعال اللي هي ما يشعر بها <applause> ايضا متعاطي الخمور اللي هي تصل الى حد الثماله والسكر ايضا يقوم بها كذا سلوك ايضا ويعتبر يعني غير خلينا نقول احنا حتى غير مسؤول عن السلوك اللي يقوم به في ذلك الوقت كونه يعني لديه نوع من <applause> عدم الادراك <applause> للمواقف اللي يقوم بها او السلوكيات اللي تظهر من عنده طبعا هذه حاله يعني اني البعض يذهب أنا أبخانة المشاكل الاقتصاديه انه يعني نعم هو نعم, نعم هذه احد الأسباب أحد, كدا. الاسباب احد الاسباب احد الاسباب البطاله والفقر ايضا لعب دور طبعا مه. وقت الفراغ في بعض الاحيان يكون سبب جوهري في كثير من المشاكل وقت الفراغ وقت الفراغ وقت الفراغ منين يجي من البطاله يعني مه. هي وال خلينا نقول احنا والوضع الاقتصادي المتردي بس مو هي السبب الوحيد مو على فكره انا يعني ما اريد اقول لك انه هذا سبب اساسي انه هي هذا الوضع الاقتصادي انه ماكو زادت عندي العنف لا 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 يعني هذه هو السبب من أسباب احنا احنا كبلد صار ومرينا بظروف قويه قويه بس لكن ما وصلت لهذه عوائلنا الحمد لله نعم و... هذا هذا التصدع اللي إيه؟ حصل عندي في السنوات الاخيره وخاصه التصدع الاسري داخل الاسره الواحده ملفت للنظر ومؤلم في وقت م -م. في نفس زيان. الوقت ليش من ينقال عنف اسري دائما يروح البال أنه العنف فقط باتجاه المراه او الزوجه او البنت نعم منو اللي ينشمل من به العنف الاسري؟ بواقعنا حتى انا من اقول عنف يعني اسري طبعا م -م. هو يشمل والزوجة الزوج والزوجه والاطفال <applause> يعني الاولاد البنت او ويعني خلي تقول يعني الكينونه الاسره الواحده سواء كانت اسره نوويه او اسره ممتده <applause> يعني داخل الاسره قد تلاقي البنت تعني في من الاخ قد اطلاق التعنيف مثلا على سبيل المثال من الاب او قد يتلاقي التعنيف من الام وهكذا بما معنى انه هذه يعني المنظومه الاسريه بحد ذاتها يحصل عندي هذا العنف طبعا اللي الاحصائيه اللي سجلت سجلت انه 59% هو عنف مقدم ضد المراه وهذه اريد اقف عندها وشنو اسبابها وايضا وجدت هنالك 17% حسب يعني تخوني ذاكرتي عنف مقدم ضد الرجل ضد الزوج يعني هنالك اكو من الاحصائيات تقول انه احنا عندنا Thank mm -hmm. you. 3500 رجل 3000 تعرض للعنف نعم اللي هي 17% انا يعني اقول لك يعني خلال ست اشهر لان يعني احنا لو نجي على 24 م. احنا في الشهر السادس على فكره وهذه الاحصائيه ظهرت قبل شهر ما يقارب اه وجدنا انه هنالك 13 و800 ويعني وارقام اخرى معها يعني تحضرني تماما حتى م. اكون يعني يعني الرجل اه هم بيتعرض للعنف نعم 56% الزوجه و17% زوج يعني وجدتها حقيقه شنو استوقفتني استوقفتني شنو اوجه العنف اللي يتعرض الرجل؟ يعني انا ما دخلت في خوض هذا المضمار هذا يعني الموضوع، لكن موضوعي يحتاج لوقفه يعني كيف كرجل واحنا كمجتمع ذكوري شرقي دائما احد الاسباب الاساسيه اللي انا اريد اذكرها انه هذه الذكوريه تعطي الحق للرجل بالتجاوز وكانه السطوه والقياده ما تتم الا عن طريق خلينا نقول احنا التعنيف او الضرب، لكن الان وجدت ال يعني آه خلينا نقول احنا امور مغايره على سبيل زي. المثال اللي هو وجدت اكو رجل عنف لكن يعني مع جل احترامي وتقديري جدا عالي لرجل يعني ما اتصور اكو رجل يعني بمعنى كلمه الرجوله قد تكون يم يعني آه يمي يعني خلينا نقول احنا لديه صفه الذكوره مم. وليس الرجوله على فكره مم. اللي يتعرض الى تعنيف بمعنى مم. هنالك خلل قد يكون خلل عقلي قد يكون خلل نفسي قد يكون خلل في كينونه هذا الشخص مم. واللي احنا ما نقدر نخوض به حقيقه الا بعد ان نطلع إيه بس قليله يعني 17% على فكره الرجل إيه؟ هم طلع خطيه هسه انت عشتي عشتي 56، اذا قلت لي خلينا نقول احنا خلينا نرجع على 56، <applause> 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 لا بس بقى. انت حكيتيها اي نعم انا يعني, يعني, يعني الموضوعيه في إنه الرجل والذكوريه وغيرها من التسميات هذه الموضوعيه, الموضوعية في نقل واكو رجال معنى نعم الموضوعيه في نقل خلينا نقول احنا الاسباب الحقيقيه هي اساس يعني انا اعتبرها حتى العلاجات تكون علاجات حقيقيه، يعني احنا مريت فقط بس يعني نميل الى جهه على جهه اخرى، لكن احنا ظاهره ونتناقش بها ونشوف شنو اسبابها كونك اخصائيه نفسيه وتعالجين هذه ممكن عند تكون مشاكل نفسيه أكيد او حتى هذه أكيد مشاكل أكيد العنف أكيد الاسري شنو اكثر الحالات اللي تجي واغربها؟ نعم كثير من الحالات هي اسبابها نفسيه على فكره يعني فكره احنا ليش دائما نقول الاضطراب النفسي ليش نخاف من يعني زي. مرات اكو يعني شخص قال لي قال لي دكتوره خلي هو على على حكايته يعني بمفرده هو مخبل على نفسه مجنون احنا الجنون يعني او المس من الجن ما معناها انه هو ايذاء الذات فقط نعم يبدا بايذاء لكن هنالك من يبدا بايذاء الاخرين ومن الذات. فاحنا ما نريد يوصل اللي هو خلي يعاني من اضطرابات يعني نفسيه او اضطرابات خلينا نقول احنا عقليه لان هذه الاضطرابات النفسيه بها انواع ويعني شرحها يطول في فيما لكن احنا ما نريد نوصل هذا الشخص اللي هو يعاني من بعض الضغوطات النفسيه اللي ادت به انه تصبح عندي اضطرابات نفسيه يصبح شخص ل... مؤذي الى الاخرين وصل احنا نريد هذا واصلين لهذا الدرجه أكيد. من الوعي كمجتمعنا نعم نتوجه نعم. عندنا مشاكل مثلا بالبيت او تسبب بعنف تجاه احد من افراد البيت نعم نعم فنروح للطبيب النفسي كثير 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 ابن م -م. كثير من الحالات النفسيه اللي هي يعني, أهم نقول يعني, يعني تبدا بالاكتئاب والعزله عن الاخر وإلا ان يصل الى حد يبدا بي يعني انا اقول لك يفقد آه يعني جزء من الادراك يعني ادراك م -م. جزئي بق... م -م. يبدي بايذاء الاخرين يعني يبدي يضرب يبدي يكسر يبدي م -م. وهكذا م -م. فاحنا ليش دائما المضطرب نفسيا او اللي عنده هذه اللي خلينا نقول احنا الاضطرابات العقليه ما يريد يوصل الى هذه المرحله م -م. دائما يعني انت توقف الى مساله انه انت وديه للطبيب وديه الى خلينا نقول احنا مركز متخصص حتى لا يصل الى على فكره حتى الانتحار مم. يعني اغلب اللي هم مضطربين نفسيا وعقليا يصلون الى مراحل الانتحار مراحل متطوره من الاكتئاب مراحل متطوره من يصل الى ايذاء الاخرين ومن ثم اذا هي اعلى المراحل او قمه الهرم في مم. هذه الاضطرابات واللي احنا ما نريد الشخص يوصلها وعلى فكره كنا معرضين اذا كانت هنالك ضغوط نفسيه ولم تعالج اذا كانت هنالك ضغوط نفسيه ولم تعالج وتصبح فيما بعد اضطرابات نفسيه وعقليه توقع انه تصل الى هذه المراحل حاليا بوضعنا الكل معرض للعنف الاسري افراد العائله باختلاف يعني بغض النظر قد تكون هنالك عنف العنف ياخذ اشكال اشكال يعني هي ما هي العنف فقط الضرب قد يكون م. عنف نفسي قد يكون عنف معنوي م. يعني على سبيل المثال يعني حرمان البنت من التعليم م. أو إجبارها أنه تجلس البيت وغير مثقفة زي. وغير معلمة هذا نوع من أنواع العنف على فكرة فإذا المجتمع معرض لهكذا أنواع بأشكال مختلفة. مختلفة يعني قد يكون عنف يعني لفظي قد يكون عنف جسدي قد يكون عنف معنوي قد يكون يعني أكو هكذا أكو عندنا حماية للشخص اللي يتعرض للعنف نعم نعم عندنا حماية للأسرة تشريعات نعم نعم موجودة نعم تحمي اليوم نعم نعم الشخص اللي يتعرض يعني للعنف نعم نحن نحتاج فقط التوعية والتثقيف في هذا المجال فقط نعم كتشريعات يعني وقوانين, وقوانين مشاكله تشريعات قوانين لكن ينقصنا حقيقة اللي أنا دائما أنادي به اللي هو تشريع قانون عن ضد الطفل العنف ضد الطفل نعم اللي هو أنا أريد أكو بعض الفقرات القانونية اللي هي توظف لهذه الحالة لكن ماكو قانون أقر من قبل المشرع العراقي يعني يتناول هذا الموضوع يعني طبعا على فكرة العنف ضد الطفل هو قانون معمول به عالميا على مستوى العالم بأسرة لكن احنا بالمجتمعات العراقية رفض رغم انه هي بدأت قراءة أو قراءتين حسب الدورات اللي سبقت لكن لم يرى صار أكو اعتراض على بعض لم موادل. يرى النور كون يعني البعض اعترض قال احنا مجتمع اسلامي احنا ما معقولة ان يجي قانون ونخلي <applause> الابن يشتكي على ابوه او لكن احنا في بعض الاحيان يعني دائما اكو خلينا نقول احنا مبدا اعمل بي من امن العقاب اسال ادب في بعض الاحيان يحتاج. العقاب يحتاج هسه هو حتى هذا القانون لما طرح بالبرلمان وانقرأ قراءه لا يحتاج الى بعد اكو يعني تعديلات قراءه او قراءتين او ثلاثه لكن اني اني مع يعني بس تسمح لي العنف انا يعني مو قلت لك يعني العنف ياخذ اشكال مم. الطفل اللي يعمل بالشارع او اللي هو يقوم ببيع يعني هاي قناني مم. الماء او قطع اللي خلينا نقول الحلوى زين لكن هو طفل بعمر الورده اللي هو يحتاج الى مكان انه انه يتعلم في مرحله عمريه يحتاج التعليم يحتاج الى يعني خلينا نقول احنا مراحل متقدمه من الثقافه اللي زي هي زين هذا متسرب من زين زين يتحمل الشخص نفسه يتعرض للعنف، هسه مره قلنا المرأة، مره قلنا الرجل، مره قلنا البنت، الأخت، ايش قد الشخص نفسه هو سبب للعنف؟ الشخص ذاته؟ اي طبعا احنا على فكرة ممكن بكرة. يكون هو سبب بالبداية؟ آه خلينا نقول احنا العوائل متباينة والشخصيات مهم. مختلفة، مهما يكن يعني أنا ما أريد أنطي العذر الى مم. الشخص لا ابدا هو يعني. مو عذر نعم. بس بالمقابل انا يعني من أرد اوقف موضوع يعني كمعالج لازم ما اخلي يعني أسمح لي. مبرر اسمح لي. اسمح ما ماكو مبررات اغلب المبررات حقيقه اللي طلعت عليها عند آه الرجال انه سطوه الرجل <applause> انه آني آه يعني وكانه العنف يعني خلينا نقول اتسم او التصق بالرجوله <applause> وهذه <تصفيق> هذا المفهوم خاطئ وفي بعض الاحيان تنازل كثير من الرجال عن <applause> القوامه وعن دوره الحقيقي داخل <applause> الاسره وشون هذا يعني مثلا <applause> ما يصرف ما يجيب فالمراه تصبح الام والاب في هذه الحاله قد يتعرض الى العنف او الاساءه، طبعا انا اقصد بالعنف هنا قد لا يكون عنف جسدي بما لان يعني احنا طبيعه لا المراه طبيعه, طبيعة العنف. المراه على فكره هي يعني خلينا نقول احنا يعني رب العالمين خلقها في هيئه والرجل في هيئه احد الخصائص اللي هي تمتلكها المراه اللي هي خلينا نقول الضعف الضعف البدني البنية. يعني ضعيفه البنيه اللي هي مقارنه بالرجل، لكن هنالك اشكال قد يكون عنف معنوي، قد يكون عنف لفظي في بعض الاحيان، قد يتعرض الى الرجل نتيجه تنازل الرجل عن الدور الحقيقي مم. داخل هذه المساحة الواحدة صار فهنا صار سبب للموت أكيد مم. طبعا على فكرة كل اللي دا يصير عندنا لها اسباب واحنا والدليل مم. احنا دا نقول اسباب هذا الامر يعني واللي دا تؤدي الى هذا العنف لكن مم. احنا حقيقه اللي نتمنى احنا مم. ما نخلي شماعه او ذريعه يعني آه نحتاج اليوم الى استراتيجيه حقيقية نعم حكمية طبعا على فكرة كل الأسريق. انسان يكون مغيب مخافه الله الحقيقيه يكون معرض هكذا حالات يعني يبدا بالتعنيف يعني اللي خاف الله يقول لك أنا مستحيل اقدر ابني او ادي بنتي او ادي زوجتي مخافه الله هي ليس يعني خلينا نقول احنا كلام يلفظ او عاده حركات معينه بس ردتها باللسان نعم لا, لا هي مخافه الله تبدا بالسلوك الحقيقي الواعي للانسان مم. واللي هذا احنا نلمسه من سلوكه نقول فعلا عنده مخافه الله حقيقيه طبعا انا اوعسها بالدرجه خلي الان. خلي دائما نقول احنا هو المعروف الاعمار الصغيره هم الاساس نعم. التنشئه اللي بال بالعمر الصغير هي الاساس احسنت ايش قد العنف الاسري والتوعيه والثقافه العنف الاسري اليوم مهمه للاعمار الصغيره بالمدارس جداً خاصة على فكره لكن اني راح اشبه لك الحاله اليوم انا وياك نبني نبني خلي عندنا بيت نبني طابوقتين ويجي شخص ثاني يهد لك هاي الطابوقتين اكو بناء راح يكون ده. عندك والدليل على كلامي راح اوضح لك اني الغايه مم. من هذا البناء يعني احنا كمجتمع كاعلام مم. كمؤسسات دائما تنادي بتثقيف وتوعيه الاطفال ودائما نعزز عندهم الثقه بالذات والثقه يعني بالاخت والاخوه وكثير من الامور فهد. اللي احنا نغرسها لكن هذا غير كافي اذا كان منبع الاسره غير صحيح مم. كيف يعني اذا الابن شاهد الاب يقوم بتعنيف وخلينا نقول احنا استخدام الالفاظ النادية والالفاظ الغير محببه راح يعتبر مثال او نموذج طبعا اذا هذه القدوه بما انه هي قامت بهذا السلوك اعتبر عند الطفل يعني هو خلينا نقول احنا التنشئه او التربيه الغير مباشره اللي اكتسبت هكذا سلوكيات في بعض الاحيان حتى فنا خطوره الموضوع بالتحديد جدا جدا خطورة. انا اشكرك الدكتوره نيران يوسف آه الأخصائي الاخصائيه النفسيه اكثر حقيقه موضوع شيق ويحتاج حقيقة يعني حوارات اكثر ان شاء الله ان شاء الله شكرا جزيلا دكتوره شكرا جزيلا فبالتالي الموضوع مثل ما قالت الدكتوره موضوع خطر موضوع يحتاج الى توعيه وتثقيف من الاساس من الاعمار الصغيره حتى لما يكبر يعرف كل شخص سواء رجل او امراه يعرف دوره يعرف واجباته ويعرف شنو العنف الاسري حتى ما يكون باتجاه الاخر اليوم مو فقط المراه معرضه للعنف الاحصاءات تقول 3500 رجل فبالتالي وان النسبه الاكبر هي تتعرض للعنف المراه بس عندنا ام وعندنا اب يتعرض للعنف وعندنا اطفال يتعرضوا للعنف فبالتالي التوعية والتثقيف والقوانين الحقيقية لازم تكون موجودة حتى نحد ونقلل من هذه الظاهرة الخطرة على مجتمعنا فاصل وبعدها نكمل تخيلوا وياي خاصة اللي يحبون يروحون للفضاء انه الموضوع صار كل سهل شلون تصعد المصعد تروح لهذا العالم وتشوف شكو ماكو هناك وترضي فضولك شلون تفاصيل هذا الموضوع ويا فاطمه ظالم مثل ما قال زميلي عباس تخيلوا نروح للفضاء بمجرد ما نصعد مصعد حالة حال أي مكان هذه الفكرة اللي تخيلناها سوى أعلنت عنها شركة يابانية واللي قالت إنها راح تبني مصعد فضائي يغنيها عن استخدام الصواريخ بحلول عام 2025 بتكلفة تصل إلى نحو 100 مليار دولار أمريكي، وعلى فكرة هي أعلنت بسنة 2012 عن هذا المشروع الخرافي وقالت راح تبدأ بتنفيذه بعام 2025 وتبدأ عمليات السفر أيضاً بعام 2025، المصعد راح يعتمد على الطاقة الشمسية ومرتبط بمحطة على الأرض ومحطة على الموكب الفضائي وارتفاعه راح يكون 96 ألف كيلو فبدلا من أنه يستغرق الوصول إلى المريخ من ستة إلى 8 أشهر قدر العلماء أنه المصعد الفضائي ممكن أنه يوصلنا لهناك بغضون ثلاثة أشهر أو أربعة أو حتى احتمال خلال أربعين يوم وأنتوا شنو رأيكم بهيك اختراع؟ وتقدرون ترحون رحلة للفضاء بمصعد؟ بالفترة الأخيرة طور التسوق عندنا بشكل كبير بمجتمعنا وصارت الناس تفضل على باقي أنواع التسوق هسا مرة لسهولته مرة أن تكون البضاعة موجودة قدامك وتشوفها بشكل كامل من خلال التليفون أو الحاسوب أو واقع الأجهزة اللوحية المستخدمة وممكن يوصل لك هذا الأوردر اللي تحتاجه لباب بيتك بالمقابل البعض ما يفضله يعتبر أنه فد مشكلة أكو راح تكون بنوعية البضاعة اللي راح تجي فراح تقل الثقة بمسألة التسوق الإلكتروني بشكل عام ايش قد هذا الموضوع عندنا مهم؟ شنو تفاصيله؟ راح نحكي بكل هذه المواضيع مع الست هدى مزهر استشاريه ومدربه التسويق، رحب بيسد هدى. اهلا وسهلا عم يا رس. مرحبا اهلا وسهلا بيك. بالبدايه خلينا نعرف اهميه الموضوع، ايش قد اليوم التسوق الالكتروني مهم وباي مجالات هو مهم اكثر؟ حقيقة بما انه مم. احنا هسه بعالم التقدم ودخل التسويق او التسويق الرقمي والتسويق الالكتروني بشكل كلش نقول مفاجئ وبالسنوات الفايته كانت ما عندنا هذه هذا الاقبال على موضوع التسويق والتسويق الرقمي لكن بتطور الدنيا بصوره عامه والعالم 2003 عندنا بالضبط هو يعتبر التسوق او التسوق الرقمي او التسويق بصوره عامه هو شيء حديث على المجتمع لكن حاجه الزبائن وحاجه العملاء الحاليه اللي من عندها سرعه الحياه والتقدم بالتكنولوجيا ادت الى ظهور حاجه ملحه على التسوق الرقمي لان عدة. صار شيء, صار, صار شيء أساسي. صار شيء أساسي. ما يقل أهمية من أنه أنت تنزل على الشارع وتروح على مول أو على محل. وصار عنده جمهوره واكو فئات معينه فهذه أهميتها صار شلون نقول جزء من اللايف ستايل مالتنا مثل ما كنا قبل عايشين بدون تليفونات صار هو جزء مثل حاجتنا للتليفون حاجتنا لاي وسائل النقل اللي الحديثه كمجتمعنا اذا نحكي بشكل ابسط واقرب بدات الناس تثق بالتسوق الالكتروني اليوم تشوفين كمختصه بهذا المجال اكو توجه اكبر الى من الفترات السابقه مبدئيا احنا كمجتمع وبظل هذا التطور والانتقاله الحديثه بالديجيتال ترانسفورميشن او التحول الرقمي والحاجه الملحه للزبائن او العملاء اللي موجودين كافراد عراقيين للتسوق صارت متقل اهميه عن تواجد ووجود المولات والتسوق التقليدي السابق اللي احنا كلنا نمارسه بحياتنا فصار جزء صار التسوق عبر الانترنت او التسوق الالكتروني هو هو جزء, جزء ما يتجزا من حياه الفرد العراقي من هو اكثر فئه تميل للتسوق الالكتروني اكثر فيها حسب مم. الدراسات زي. وهي اكيد الكل يتفق عليها هي مم. النساء لان زي. تعرف يعني بغض النظر أن هم كونهم قد يكونون ما عندهم الوقت لكن اكثر الفئات اللي تدفع وتستهلك عبر الانترنت هم النساء حسب الدراسات ل 2000 حتى تخلص فلوس الرجال هو بالشغل ويجي بالتوصيل التوصيل لا, لا لكن الحاجه وايضا المنتجات اللي دا تطلع او زي. التجارات بالتجاره الالكترونيه اللي دا تطلع غالبا هي تستهدف النساء مم. احنا بالاساس بالتسويق طيب. حمله التسويق اكو استهداف للنساء أكيد. اكثر مو فقط لان هم مستهدفين وانما الحاجه اللي موجوده انت سابقا اذا ترجع على التسوق التقليدي اللي هو ننزل للمحلات وللمولات بطلع. انت راح تشوف اكثر الاسواق اللي موجوده هي موجوده تستهدف النساء غالبا الرجال هم موجودين لكن هم الفئه اللي اقل صرفا هسه تجي على صاحب القرار الشرائي بزي. هي صح المراه بس اللي يصرف الرجل فهو مبارك. ايضا مستهدف بشكل او باخر مم. مم. آه فيعني هذا هذا التحول اللي مم. صار بالمجتمع والنقله النوعيه مم. والديجيتال اللي اللي دخل العالم من العالم التقليدي الى العالم الرقمي مم. صار عندنا اقبال آه على آه بس هذا السوق أكو اعتقد التفقين وياي انه اكو بعدها ناس تشك او تقلل من ثقه المسوق لهذه البضاعه طبعا ومن قيمه البضاعه اذا انا راح اخذها عن طريق النت او عن طريق التطبيقات طبيعي. فبالتالي شلون ممكن يتحسن هذا مستوى الامان هو ما دام الموضوع هو اكو دي. اكو جانبين، اكو مم. جانب فعلا اكو عدم ثقه من الجمهور واكو مم. بالمقابل تقدم من ناحيه الطلب عبر الانترنت والناس تتسوق عبر الانترنت. أه هذا هسه شنو الجانبين؟ الجانب الاول انه اذا ترجع قبل سنتين من الان مم. واحنا هسه نحكي راح تشوف نسبه الناس اللي تتسوق على الانترنت بصوره عامه سواء نساء او كل الفئات، مم. احنا ذكرنا انه النساء هي التوب بالايكوميرس او بالتجاره الالكترونيه. الفئه المو... ليست الفئه المستهدفه وانما الفئه المستهلكه وال... واللي هي إن نقدر نقيسها من خلال الدفع عبر البطاقه او الدفع الالكتروني المواد المعروضه او المروجه أكثر كنسائية، كاحتياجات نسائية. أو نرجع بس حتى على مود أجاوبك على سؤالك مم. أنه آه ليش الثقة مستوى الثقة مستوى بالنسبة بالنسبة للجمهور؟ قلت لك هسا إحنا أكو تقدم وأكو مم. ناس تثق بالتسوق عبر الإنترنت، أي نعم موجودة. زي. هل إحنا متقدمين كعراق من ناحية التجارة الإلكترونية؟ مم. للأسف إحنا نعتبر من البلدان اللي غير مصنفة بنسبة بال... الدفع عبر الإنترنت، مم. عدة عوامل موجودة. ومن من ضمنها جوانب ممكن احنا نساعد على انه احنا كمسوقين نطرحها سمي. على الحكومه مالتنا حتى احنا ننشط هذا الجانب مه. لان التجاره الالكترونيه ما تقل اهميه على التجاره اللي موجوده حاليا مه. بالعراق شلون اني كزبون كمشتري اختار الشركه الصح اختار الشركه اللي اعتقد انه فعلا لما اني طالب قطعه بفلام مواصفات راح توصلني بس اكو عده عوامل اني ك... بالنسبه كزبون هسه احنا من ناحيه الثقه احنا هسه قلنا اكو ثقه زينه لكن اكو بعد آه تحتاج مواضيع أكثر. تحتاج آه للانهانسمنت او للتطوير والتحسين طيب. آه شلون اني اثق اكو عده مواقع آه هي تكون اساسا رصينة لكن أنا بالنسبة إلي راح أحكي من وجهة نظر مو مسوقة ولا استشارية تسويق وإنما راح أحكي من وجهة نظر أنا شخص, شخص أشتري آه أكو مواقع رصينة وموثوقة اللي هي تعرض لك آراء الزبائن تعرض لك المنتج وهذه ايضا نقدر نقول كنصيحه للناس اللي تعمل بالتجاره الالكترونيه انت كصاحب صفحه او صاحب مشروع او تطبيق او صاحب ويب سايت تبيع من خلال منتجاتك اكثر شيء يقدر يعني يخلي تجارتك تنجح هي انه تعرض المنتج بطريقه واضحه وحقيقيه وليست الصور اللي تشتريها من المتجر الخارجي نفسها. هاي وحده ايضا اراء الزبائن جدا مهمه لازم تعرض المنتج بكل تفاصيله البرودكت ديسكربشن او عرضك لتفاصيل المنتج هذا الامر جدا مهم حتى يزيد من موثوقيه منتجك امام فكره الجميل. فكره انه أنا كزبون يعني نعم. اليوم هاي الفكره اعتقد دارجه انه يريد يشتري قطعه يطب يشوف تعليم. تعليقات عشان كذا انا اشتري بالضبط لكن هذه ايضا لا يعول عليها اللي اللي يعول عليه احيانا انت تطي حتى همنا من آه شلون نقول انه مو مهمه هذه النقطه لا جدا مهمه زياني. ولازم اذا اكو تعليقات سلبيه صاحب المشروع ينتبه عليها ويعالجها، ليش ليصير عندي تعليقات سلبيه؟ مه. ولازم يؤخذ بها وليس تهميشها او مسحها. مه. هنا أنا, انا اجي عالجت المشكله من الاساس ثم عرضت المنتج بطريقة صحيحة وشفت قياساته أو إذا كانت زي. مثلا ملابس أيضا أراء الزبائن نفسهم أطلب من عنده تقييمك للمنتج شنو الأشياء اللي تطلب تحسن بها هذا المنتج مالتي حتى أني من خلال مالتي البيع أو من خلال المنتجات اللي زي. أني أعرضها بتجارتي الإلكترونية أسوي إنهانسمنت وزيد مبيعاتي كل تقريبا اللي نحكي عنه يروح من القطاع الخاص يعني أه شركات عشتيدك. خاصة هاي ناس أنا صاحب مشروع أسوأ جانب الحكومة وين بالموضوع؟ هذه النقطة أنا جدا كلش أرجح أنه تنذكر وتنطرح على الطاولة دور الحكومة جدا مهم لحد الآن وعلى حسب علمي أنه الحكومة المداخلة بالتجارة الإلكترونية بشكل فعلي خلينا نقول أنه إحنا عندنا فرصة بالعراق وبدليل أغلب الدراسات اللي إحنا هسه كمسوقين نقيمها لأصحاب المشاريع حتى ننجح مشاريعهم أكو فرص استثمار بالعراق لكن للأسف الحكومة بدورها ما عندنا لحد الآن مشروع وطني أو مشروع نقدر نسميه إلكتروني تجارة إلكترونية مملوك من الحكومة كل المنتجات او كل التطبيقات هي قطاع خاص او مستثمرين م. اجانب احنا اذا جينا شفنا حاجه الحاجه موجوده لكن زي. المنتجات والخدمات ما تلبي او غير م... كافيه تماما. صعب هذا الشيء على امكانيات حكومه؟ ابدا شنو يحتاج؟ ابدا، انت لو تتخيل ايش قد امكانيه انت تفتح مشروع اي كوميرس أه, e او تجاره الكترونيه راح تشوف انه من السهل ممكن انت هسه كعباس تقدر تفتح مشروعك الخاص بتجاره مم. الكتر... بالتجاره الالكترونيه، مم. متجرك الالكتروني، ويب سايت ابلكيشن، يحتاج يحتاج لك فقط المسوق الصحيح العقليه الصحيحه شون تستهدف صح من الجمهور ماتك شنو المنتج ماتك مهم. تدرس المنافسين ماتك وتطلع به الحكومة قادرة وبإمكانها تسوي أكبر مشروع ضخم لهذه آه هذا النوع من التعاملات التجارية مهم. إضافة شايف. إلى إحنا عندنا مشاريع حاليا هي خلينا نسميها مشتركة بين القطاع الخاص والحكومي وخاصة أكو هايبر ماركت حسب الجديد زي. يطلع هذا نفسه أنا أقدر أحوله او اقدر ابني مثل مشروع مو الا بالقطاعات هذه الغذائيه والفود اندستري وانما ممكن تسوي مشروع مشابه ايضا بدعم حكومي او بمملوكيه حكوميه اضيفه الى وزاره التجاره كمقترح اني اقدر اسوي الكتروني اني حدا مداخله ليش لان نرجع نفس النقطه احنا متاخرين بتقديم الخدمات اعتقد المشكله الاساسيه بالموضوع انه احنا كديجيتال ليش ما مواكبين احنا كديجيتال متاخرين بيه من كل النواحي مو فقط بالتجاره الالكترونيه احنا حتى الدفع الالكتروني الحكومه الرشيده هسه هذه هذه اسهل عنها ايه؟ انه هسه احنا بهذه السنه وجهنا للدفع الالكتروني والماستر كارد وغيرها وحتى نعم هذا الموضوع بعدها مو ما اخذته ايجابي ويشجع مه. ودور الحكومه كلش كان حلو بي انه مه. انت دا تدعم طبعا هذا مو بس ياثر على المستثمر العراقي مه. ولا المستثمر الاجنبي ولا حتى الفرد العراقي بايجاد مه. فرص عمل وانما حتى على الاقتصاد العراقي انت تعرف هي شنو فائده هسه اي احد يسال ليش انا دا ادفع بالبطاقه نفسه المواطن العراقي لو يدرك اهميه الدفع عبر البطاقه مه. لكان الكل بلش يترك الكاش ويدفع بالبطاقه لان هذا تاثر على الاقتصاد، ايش قد ما كانت اكو مم. قيمه تبادلات تجاريه بالضبط، ايش قد ما كان اكو كاش بالماركت مم. او بالسوق قليل كل ما كانت العمله مالتك او بس هذا هم الها مبرر يعني نرجع للمشكله الاساسيه نعم الى انه احنا بعدنا عندنا اخطاء بالانظمه الاساسيه، فبالتالي هذه الاخطاء راح تنعكس علينا كاشخاص بالضبط. وكافراد نتبادل بهذا هذا الشيء يحتاج لوقت يحتاج مه. لوعي من الحكومه يحتاج لدعم للوجستي الدعم اللوجستي شنو الاشياء الـ يعني اكثر من جانب جانب مه. انه انت كأنا ما اريد ادب العبء بس فقط على الدور الحكومه زي. مثل ما الكل اسهل شيء ممكن يسوي مه. ايضا الجمهور يحتاج يطلع هسه احنا مو كل شيء راح نقول روح ابحث العفو روح وعي وانما اذا دور الحكومه ضعيف بتوعيه الجمهور يقدر الجمهور نفسه يبحث يعرف اهميه ممكن الموضوع تلفونك بايدك تقدر بالضبط. تدخل فيديوهات يوتيوب وهسه الاي اي والذكاء الاصطناعي ويكون اشياء تسهل لك هذا الموضوع التحول الرقمي يعني لما يكون اكو فد ماركت الكتروني لما يكون اكو دفع الكتروني نعم. هذا راح يقلل من فرص العمل لو بالعكس راح يزيدها لا مستحيل م -م. انت بي... سابقا لما كانت اكو وظائف ما موجوده م -م. بس هذا الشيء يعني هي بطبيعه ال 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 الكوكب لما اكو شيء يختفي يطلع شيء بمحله يعني ماكو شيء انه الانسان راح طلع على أي اي راح نستغني عن وجوده بالعكس هو مم. الانسان نفسه هو اللي خلق الاي اي او مم. خلق الذكاء الاصطناعي إيه هو يقول لك ما اليوم ممكن. اذا صار هيك فرح كذا مهنه راح تروح كذا وظيفه راح تبتعد راح يرتفع معدل الاي كيو راح يرتفع معدل العمل اللي هذه راح تكون بدل ما شلون مثلا من احنا نقول بالاعمال مثل من الطريقه الصعبه الى الطريقه السهله بدل ما انت تقعد تسوي ريبورت كلش مطول وبتفاصيل ممكن تخليه بتول تول هذه هي من الاي اي بالتالي التول هذه الذكيه اللي هم خايفين تحل مم. محل الإنسان مم. هي نفسها ما راح تقدر تشتغل إذا ما الإنسان استخدمها بطريقة صحيحة طريقة صحيحة فعلاً نعم الخطة التسويقية الناجحة هسه خلينا نحكي من جانب الشركات نعم. والمسوقين نعم. الخطة التسويقية الناجحة كاستشارية من نعم. شنو تتكون؟ <applause> هل تنعكس على اي واحد عنده براند او عنده ماده او عنده بضاعه يريد يبيعها؟ بالنسبه يعني طبعا الموضوع مطول وشرح بما انه انا مدربه تسويق فانا طبعا عندي كورس واقدر يعني ممتاز. بس انا امكانيه الموضوع؟ اقدر يعني اختصر لك الخطه التسويقيه الناجحه لازم مبدئيا تعرف انت وين رايح؟ شنو تريد؟ مم. الهدف من عنده؟ ومنو المستهدف مالتك؟ شنو تريد تحقق؟ وايضا اكو شغله جدا مهمه لازم عندك مشكله راح تريد تلقى لها حل ولازم مو فقط لان هسه احنا اذا نجي نجي ندور مثلا انا جيت اريد ازود زي. خدمه انترنت اعرف المشكله اكو مشكله نت حزودها لكن هذا مو كافي لازم تخلق القيمه المضافه تطرح المشكله بالعرض مالتك بالتسويق؟ ضروري انت هي مم. كخطة أو هدف أنت شنو الخطة التسويقية لازم يكون عندك مشكلة تلقي لها حل مم. وبها هدف وبها رؤية مم. وتوين تريد توصل لكن بس آآ آآ أضيف شغلة أنه لازم تكون الخطة هذه مم. المشكلة والحل إلها لازم أكو قيمة تنافسية تختلف عن المنافسين حتى تقدر تكمل قيمة تنافسية فقط بمساله انه انا لازم ابيع ارخص من البقيه لا طبعا مو بهالبساطه لا طبعا البعض ممكن ابدا يتشفهم. القيمه قد تكون فتشي انت مضاف لك مثل هسه التليفونات مم. انا ليش اشيل ابل مم. او ليش اشيل صح. البس هذا البراند بالضبط. عن هذا البراند الفكره مو فقط بالقيمه الماديه وانما بالقيمه المعنويه مم. اللي انت كبراند تخلقها لنفسك مم. الاعتماد فقط قبل لا اختم نعم. الاعتماد البعض يعتمد بس على مساله المشاهير حتى يروج لبضاعته هذه سياسه صحيحه أه المشاهير هي واحدة من القنوات التسويقيه زين. لكن الاعتماد على قناه وحده مم. خلي ما احدد انه القناه التسويقيه اللي هي الانفلونسرز او المشاهير اعتماد على قناه تسويقيه واحده هذا الشيء مو صحيح لازم انت بالاساس حتى نعالج الموضوع تعرف جمهورك وين وتروح مم. له وبنفس الوقت لازم احنا كزبائن نعم. ما تكون عندنا ثقه مطلقه بهذا المشهور هذا المشفور يعني حين. هي مو هيجي، لازم اني اعرف هذا المشفور مزيد. شنو الرؤيه مالته، هل تتوافق مع رؤيه العلامه التجاريه مالتي؟ اكو بيهم, بيهم يروجون لبضاعه ممكن بضاعه مو زينه. هذه تجي من مشاكل. ناحيه البرس يعني البرسبكتيف مالت العميل نفسه مزيد. او الزبون نفسه، مزيد. لازم انت كزبون تعرف بمن الثق، ها من ناحيه عميل، مزيد. من ناحيه انت ك صاحب مشروع أو صاحب المشروع كصاحب مشروع لازم تتاكد هذا المشهور هو يعتبر قناه تسويقيه لك لازم الرؤيه مالتك ما تختلف عن رؤيتك لازم اني اذا كنت اؤمن بالنزاهه لازم هو يكون جيد. نزيه وايضا جمهوره لازم يكون حقيقي ولازم هو يكون ممتاز. بالضبط نفس مثل ما قلت إنه الموضوع كبير يحتاج لوقت اكثر بالضبط بس اختصارتي قد ما تقدرين أنا اشكرك هوايه ست هدى مصر الاستشاريه ومدربه التسويق على كل هذه المواضيع شكرا لك استاذ عباس لك. اهلا فبالتالي موضوع التسويق مثل ما قالت سيد هدى موضوع مهم يدخل بكل المجالات بمجالات التسويق الاحتياجات الاساسيه موضوع المواد اللي نحتاجها بشكل يومي حتى بشغلنا كاعلام موضوع التسويق موضوع اساسي بي وغيرها من التفاصيل هذه نحتاج الى تطور اكثر مساله الثقه ممكن هي من العوامل الاساسيه والمعرقله حاليا لانتشار هذه الثقافه بشكل اكبر هسه مره من ثقب بالانظمه الالكترونيه مره من ثقب بالبضائع اللي نشتريها ممكن عن طريق النت وعن طريق التطبيقات فبالتالي نحتاج الى ثقافه اكثر ونحتاج الى اهتمام حكومي وهذا ذكرته ست هدى نحتاج الى اهتمام حكومي ان يكون عندنا مشروع وطني حقيقي للتسوق الالكتروني والتجاره الالكترونيه فاصل وبعد أمك. انتشر خبر بالايام الاخيره على مواقع التواصل الاجتماعي وهو انه الملابس الاطفال لشركه شي ان تحتوي على مواد خطره، شنو هذه المواد؟ مواد كيميائيه، مواد مسرطنه، ممكن بسبب هذه المواد لا سمح الله يتعرضون الاطفال الى العقم او الامراض السرطانيه باستخدام هذه الملابس. بيان الجادري والتفاصيل. شي تقدم مجموعة من المنتجات الواسعة والخيالية بأسعار شبه البلاش وتختار الكترونيا من الموقع وتجيك أكثر من الصورة جمال. بس أسعارها المنخفضة تثير هواية تساؤلات. هاي المنتجات آمنة موادها؟ أكو فحص عليها لو لا. قبل شهر بدأت سلطات كوريا بإجراء عمليات تفتيش وفحص على منتجات شيئاً حكومة سول أعلنت أنه هي اختارت بجولة الاختبارات الأخيرة بعض منتجات من شركة شيئاً منها أحذية الأطفال وحقائب جلدية وأحزمة البناطي والكارثة أنه هي شافت هواية منها بها مواد سامة قد تسبب السرطان تحتوي على كميات عاليه من ماده الفثالات ولقت زوج واحد من احد الاحذيه الخاضعه للاختبار يحتوي على 428 ضعف من المقدار المسموح به من ماده الفثالات وقالت الحكومه أن هذا اعلى مستوى لوحظ حتى الان خلال عمليات التفتيش في البلاد بحسب كوريا الجنوبيه، الدول العربيه اكثر مستهلك لمنتجات الشركه. لذلك كانت اكثر التعليقات من العرب حول هذا الموضوع علقت الشركة على هاي التقارير؟ قالت الشركة أنه هي تتعامل مع سلامة منتجاتها بجدية وأنه هي تطلب من مزودي المنتجات لديها الالتزام بمعايير السلامة أو لفتت إلى أنها تعمل مع شركاء من حول العالم لفحص المنتجات والتأكد من مطابقتها المعايير السلامة مضيفة أنه أي ادعاء يخص إخلال منتج بمعايير السلامة يؤدي إلى إزالة المنتج عن موقعها احترازياً الى حين التحقق من الامر، وانها تتخذ الاجراءات اللازمه في حال تبين ان صانع المنتج لم يلتزم بالمعايير المحدده. وبعد ما سولفنا بالتطور الرقمي والتسوق الالكتروني والعنف الاسري واسباب تزايد هذه الظاهره، نشوفكم بحلقه جديده الاسبوع الجاي في امان الله.